بتعرف الشعب السوري عنده عفيت نفس، بيخجل يعني يطلب، بس وقت اللي بيكون معدي هون عم بيعرف انه هون محل سوري، عم بيشوف كتابي عربي ترتاح نفسيته، يعني بينشد لك انه ابن بلدي هون وخيو يعني بتخجل، يعني بيستثقلها كثير على حاله، بفوت هيك بشايف الورقه، حيط انا الورقه قدامه، ورقه برا ورقه جوا، بفوت ايام بقول لنا اعطينا سندويشه من هاي مثلا، بيأشرنا انه عليا انه بده مجاني، يعني انه ما معه، زلمه مقطوع هيك. انا غيري وغيري كلياتنا نشجع نساهم لهالعالم المقطع، يعني نوقف معه، يعني الحمد لله الله زاد وينك برزق ما نقص.